فريق نادي نهضروا على لابويسونس إلكتريك. أول حاجة غادي نشوفوها لا نوسيون دو بويسونس إلكتريك، المفهوم ديال لابويسونس. لا بويسونس كونسومي باغ ان اباغاي إلكتريك، لا بويسونس كونسومي باغ ان اباغاي دو شوفاج، جهاز ديال التسخين. لانتيغي شنو هو الهدف من هذا، واش كنستافدوا من هاد لي كاركتيرستيك نومينال، من بعد نعرفوا بعد شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال عاد نعرفوا الهدف منه. هنا غادي نعرفوا شنو هي لا بويسونس اللي كتستهلك في واحد الدار منزل، وكنعرفوا شنو هي لا بويسونس ماكسيم. اذا نبداو بشنو هي بعد لا بويسونس، التعريف ديال لا بويسونس، ونبداو بهاد التجربه هادي، نشوفوا شنو كتعني هاد، شنو داروا هنايا باش يوريونا شنو هو المفهوم ديال لا بويسونس الكتريك. هادي واحد البوله ديال 100 واط، كتبان لكم هنايا 100 واط القيمه ديالها، والاخرى ديال، وهذيك البوله الاخرى ديال 45 واط. اذا شنو كنلاحظوا الفرق في الاضاءه؟ هذيك الاضاءه ديالها مجهده وهذه الاضاءه ديالها ضعيفه. اذا باش ما كانوا هاد لي واط طالعين، تتكون الاضاءه ديال الجهاز طالع. كنقولوا باللي هاد البوله اضعف، الاضاءه ديالها اضعف من هذه، وبالتالي القدره ديال هاد البوله على انها تضوي اضعف من القدره ديال هذه على القيام بهذا العمل. اذا هذا هو المفهوم ديال البويسونس، هو جوج اجهزه كيديروا نفس العمل، ولكن واحد تيدير هذاك العمل احسن من الاخر. بحال هزيت مثلا جوج عمال بغيتي تخدمهم عندك، قال لك واحد انا نصايب لك مثلا 45 بريكه في ساعه بريك باش كيبنيو الناس، واحد اخر تيقول لك انا نصايب لك 20 بريكه في ساعه. ياك هذيك القدره ديالهم، هذيك هي القدره، هذاك الشيء علاش قادين. هذا قد يدير لك 45 بريكه في ساعه، هذا قد يدير 20 بريكه في ساعه. حتى الاجهزه الكهربائيه كتكون عندهم واحد القدره كنرمزوا لها بالواط، فاش ما كان هذاك الواط طالع كنعرفوا باللي راه هذاك الجهاز قادر يدير هذاك العمل احسن من الجهاز الاخر. الا كانت الاضاءه، راه قلت لك بقات قيد الاسئله، زعما تندوزوا لفقره الاسئله. احنا ندوزوا الاسئله زياده باش يبقى عندكم الفيديو مجموع باش تلقاو فيه غير الدرس بوحدو، من بعد نمشيو للاسئله بقات تسول. الا كان جهاز مثلا ديال التسخين، هذاك الجهاز اللي كيسخن حسن من الاخر، كنلقاو عنده هاد لي واط طالعين مزيان. هذا الشيء اللي قالوا هنايا بالنسبه لهاد لانتربريتاسيون، قالوا لكم بلي راه البوله الثانيه كتضوي حسن من البوله الاولى، سولا دو على ديفيرونس دو بويسونس. بالنسبه لا كونكليزيون اش غادي يقولوا لنا؟ يقولوا بلي راه هذاك التعريف ديال البويسونس هو القدره ديال واحد الجهاز على الاضاءه، لو دوغري دو ريوسيت او دو بيرفورمانس. عقلوا على هذه مزيان، لو دوغري دو ريوسيت او دو بيرفورمانس بوندون لو فونكسيونمون دو سيت اباري. لا بويسونس الكتريك الرمز ديالها هو بي، غتبقاو ترمزوا ليها بي. الوحده ديالها الواط، وعندها عاوتاني الوحدات، مثلا الميلي واط بحال، وبحال عاوتاني الميلي امبير، ميلي فولت، هذوك الوحدات اللي شفنا ديك النهار بحال تقريبا نفس البرانسيب. الميلي واط فاش نبيو نحولو الواط كنضربو في 10 اس ناقص 3، وبالتالي تعطينا 0.001. اللي مازال كيتلف يبقى تيدير هذاك الجدول اللي كنا كنديرو، حتى يشوف منين جات هاد 0.001، ديك الساعه يبقى تيكتب في 10 اس ناقص 3. هادشي بالنسبه للميلي واط. الا عندنا الكيلو واط، هادو المضاعفات، يعني كيكبار كتولي 1000 واط. هنا 10 اس 3 واط، كتبنا هاد 1000 كتابه علميه. الميجا واط، ميجا قلنا ديك النهار هي 10 اس 6، كنضربو في 10 اس 6. وكاينه جيجا واط، هي كنضربو في 10 اس 9. دونك لا بويسونس دان اباري الكتريك ايت اون غروندور ميزورابل، اي بور لا ميزوري اون يوتيليز ان واط متر. هذا الجهاز المستعمل لقياس القدره او لا لا بويسونس. رومارك سور شاك اباري الكتريك اون تروف اون بلاك انديكاتريس. شنو هي هاد لا بلاك انديكاتريس؟ اللي كتكون عندنا في الاجهزه بحال هادي سي اون بلاك انديكاتريس. هادشي كامل كيتسمى اون بلاك انديكاتريس. شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها الفولتاج اللي ما خصكش تفوت، هادي راه كتخدم 220 فولت. كنلقاو فيها الواط، كنلقاو فيها شي حوايج اخرين بحال العلامه ديال المصنع، واش قادره
واش ممكن إعادة التدوير ديالها، نعاود نصنع منها شي حاجة أخرى، واش مضرة بالبيئة ولا لا، إلى آخره. المهم هاد لابلاك كتسمى اون بلاك انديكاتريس. عقلوا معايا على هادشي اللي بالصفر. لا بويسونس سي لو دوغري دو ريوسيت أو دو بيرفورمانس دان أباراي. لو دوغري دو ريوسيت أو دو بيرفورمانس، القدرة باش يدير واحد الجهاز واحد العمل معين. الرمز ديالها بي، الوحدة ديالها الواط، الوحدات شفنا الميلي واط، شفنا الميجا الكيلو واط، الميجا واط، جيجا واط، جهاز المستعمل الواط متر. عندنا واحد لابلاك انديكاتريس كنلقاو فيها دائما هذيك لابويسونس اللي من بعد نشوفوا سميتها كتسمى لابويسونس نومينال، هذه اللي كتكون في لابلاك انديكاتريس كتسمى لابويسونس نومينال. مزيان، نرجعوا دابا شي شويه للور باش نشوفوا الفقره الثانيه شنو. دابا شفنا التعريف ديال لابويسونس الكتريك، مزيان نشوفوا دابا شنو هي لابويسونس كونسومي باغ ان اباراي الكتريك، شحال كيستهلك كل جهاز ديال لابويسونس. مزيان، دابا هادي لابويسونس كونسوم، القدره المستهلكه. اذا عندنا جوج حالات، هاد الحاله دابا علاش كنهضروا كاد ان اباراي كي فونكسيون اون ريجيم كونتينيو. شنو هي هاد ريجيم كونتينيو؟ هي شي حاجه اللي كتعطينا قيمه ديال شي سورس دو كورون اللي كيعطينا تيار هذيك الانتونسيتي اللي كيعطينا كتكون كونستانت. بحالاش؟ بحال الحجره، هذاك الباتري ديال الطوموبيل، ولا هذاك المولد اللي كيكون عندنا في المختبر الا بغينا الا درنا فيه هذيك كونتينيو. اذا كتبقى تعطينا الانتونسيتي كونستانت. اذا غنشوفوا جوج حالات، الحاله الاولى هي الا كانت لاباغي هذاك الجهاز كيخدم اون ريجيم كونتينيو، والحاله الاخرى شنو هي العكس ديال كونتينيو، هي التيرناتيف. كاين كونتينيو كاين التيرناتيف. شوفوا الحاله الاولى اللي هي كونتينيو، غنديروا عاوتاني واحد التجربه. شنو هي هذا امبيرمتر، هذا مولد ديال التيار كيعطينا 6 فولت 12 فولت اللي بيتي، ولكن كيعطيها لك فيكس من 6 فولت حتى 12 فولت. يعني دائما هذا فاش كتلقاو هذا السهم راه كيكون كيتبدل، بيتي دير فيه 6 فولت كدير 6 فولت، بيتي دير 12 فولت كدير 12 فولت. كنديروا هنايا واحد البوله، راه عطاونا لا بلاك انديكاتريس ديالها، هذه لا بلاك انديكاتريس ديالها فيها 25 واط 6 فولت. مزيان، هادي عطيناها واحد لانتونسيتي كونستانت، هاد لا سورس دو تونسيون كتخرج منها واحد لانتونسيتي دو كورون كونستانت اللي هي 4.18 امبير، يعني ما كتبدلش هاد 4.18. العكس في الالتيرناتيف اش يطرى الهادئي نلقاوها كتبدل. مزيان، نشوفوا حنا بعدا هادي اللي ما كتبدلش، هاد البوله كدوز منها هاد الفولت متر ديما يبقى تيحسب 6 فولت حيت ما كتبدلش. عطيناها في المره الاولى 6 فولت ولا عطيناها 12 فولت نبقاو تلقاو هنايا 12 فولت. دابا حنا خدامين في هادي الخانه الاولى اللي فيها 6 فولت. مزيان، اذا او هي 6 فولت هي اللي عطانا هاد الفولت متر، بالنسبه لاي هي 4.18 هي هادي. كنحسبوا دابا او في اي، كنضربوا هاد 4.18 في 6 كنلقاو 25.08 اللي هي تقريبا ديك 25 واط اللي عندنا في لابلاك انديكاتريس. الى لاحظتوا ياك بلاتي نمسح هذاك الشيء باش تبقاو متبعين معايا، نحيد هذا. مزيان، دابا هنا هاد 6 فولت هي اللي عبرنا بالفولت متر، 4.18 هي اللي عبرنا بالامبير متر. باش كنضربوا هاد او في اي 6 فولت في 4.18 كنلقاوها كتعطينا ديك 25 واط تقريبا، راه فيها واحد هنا 1.08. دابا نقولوا منين جا، اذا هاد 25 واط هي لا بويسونس ديال هاد الجهاز. باش من علاقه لقيناها هي او في اي. مزيان، نرجعوا دابا هنا كونكلوزيون، شان نستنتجوا من هادشي. Pour un appareil électrique qui fonctionne en régime continu, le produit UFI كيعطينا لا بويسونس كونسومي. نفس الشيء الا لاحظتوا تما لبدلنا اي و تيتبدل تا اي غنلقاو عاوتاني نفس الشيء ولا لا؟ اش غنلقاو هنا بلاتي الا رجعنا هنا فاش كنديرو هنايا 12 فولت شحال كتخرج عندنا في اي؟ تخرج عندنا 0.58 امبير.
الى ضربنا اي في اي كتعطينا 6.96 اللي هي لا هذه ديال الشجازه ماشي ديال هذا البول حيت كون كانت هذا البول راه ما غاديش ديرها ياك حنا نشوفوا دابا غير في هذه 25 واط هنا فاش عطانا 12 فولت كتستهلك 0.58 اذا لا بويسونس اللي كتستهلك دابا هي 7 واط اللي عطناها 12 فولت اخ خليو نعاودو نرجعو لهاديك المهم باش نسنجو هنا بلي راه لا بويسونس كتساوي اي فوا فوا بالنسبه لهاديك البوله اللي خدامه ب 12 فولت 6 فولت عفوا فاش ضربنا اي في اي بقينا هذيك هذاك ذاك الوات اللي عندنا في البوله اللي هو 25 واط مزيان من بعد غنشوفوا الحاله الثانيه العكس ديال هذه الا كان لو كورون التيرناتيف دابا الا كان لو كورون التيرناتيف بحالاش في لي انستالاسيون دوميستيك هذاك لا طونسيون اللي كتجي للدار هذيك راه ما كتكونش كونتي يعني كيكون عندنا شي تغيرات في هاد اي و اي كيكون تيتدبدب ياك تيزيد وينقص ويزيد وينقص مزيان عندنا في الدار واحد البولا الشوفو ميكسور فونتيلاتور الى اخره هادو اجهزه كلهم عطيناهم 220 فولت حيت فاش كدير البريز راه كتخدم ب 220 فولت هنايا بالنسبه للتيار هذا التيار اللي كتستهلك هاد البول هذا عاوتاني لانتونسيتي دو كورون اللي كيستهلك هاد الشوفو ما تيكونوش بحال على حسب الجهاز دابا انت فاش كتبي البويسونس كونسومي هذيك القدره المستهلكه من طرف الجهاز اش كدير كتهز هاد الشيء اللي عندك في لانتونسيتي دو كورون وكتضربها في لا طونسيون اللي عندك اللي هي 220 فولت يعني هذه كنضربوها 45 كنضربها في 220 فولت كتعطينا 99 واط هذه اللي عندنا في هذه اف اي وهذه لا بويسونس اللي عندنا في لا بلاك هذه لا بويسونس اللي عندنا في لا بلاك انديكاتريس الى عقلتوا على ديك لا بلاك الانديكاتريس اللي قلنا في الاول هي ديك الصفيحه اللي كتجي مع الجهاز تيقدها مع المصنع هذوك القيم اللي كنلقاو في لا بلاك انديكاتريس وهادو هما دوك القيم اللي عبرنا كنضربو اي في اي كتعطينا 99 واط هنا عاد ثاني 499.4 واط الى اخره مزيان شنو غنسنتجو هنايا كاين فرق بزاف شي وحدين بحال هادي شوفوا 143 حتى 125 كاين بزاف ديال الفرق هنا عاد ثاني 462 حتى 400 كاين بزاف ديال الفرق ياك هادي فونتيلاتور هادي ميكسور لاحظوا الفرق هنايا بين هادو وهادو شوفوا لومب بولا عادية 99 واط 100 واط هادو قراب 499 حتى 500 واط هادو قراب هاد الجوج ولكن هاد الاخرين مبعدين بزاف هذيك القيمة اللي كتستهلك القيمة الحقيقية والقيمة اللي عندها في لابلاك انديكاتريس هنا شنو كنستنتجو بلي راه هذيك العلاقة ديال بي ايكال اف اي ما خداماش بالنسبة للالتيرناتيف صافي لان شانس نتجو كاع هادشي اللي هاد العلاقة اللي عندنا حنايا هاد اف اي خدامة لنا غير في الريجيم كونتين ما خداماش في الالتيرناتيف صافي هادشي كاين هادشي اللي غادي يقولو في هاد كونكلوزيون D'après ces résultats, on constate que pour un appareil électrique qui fonctionne en régime alternatif, on distingue deux cas. C'est l'appareil obéit à l'effet thermique du courant électrique, les appareils qui ne contiennent pas de moteur électrique, alors le produit Fi est égal à la puissance nominale P. Si l'appareil contient un moteur électrique, alors le produit Fi est différent de sa puissance nominale. Mzien. Schnogel. هاد الاجهزه اللي قراب عندهم هاد اف قريبه للبويسونس نومينال بحال هادي 99 واط 100 واط وهادي قراب كتلقاهم كلهم فيهم هذاك لي في تيرميك شنو هو لي في تيرميك هو اللي شفنا الحصه الفايته على الوضو يعني تيسخنوا وما فيهمش ام موتور بحال البوله ما فيهاش موتور شوفو ما فيهش موتور فيه غير ريزيستونس العكس ديال الميكسور والفونتيلاتور هادو فيهم موتور اذا اللي فيها الموتور ما كيخدمش فيها هذاك لا لوا ديال بي ايكال اي مزيان
بالنسبه لا بوسونس نومينال من طبيعه الحال، حيت راه هذيك هذاك الشيء اللي بحال دابا هادي راه عندنا الحق نقول عليها سي لا بوسونس كونسومي، ولكن ما عندكش الحق تقول عليها سي لا بوسونس نومينال، حتى هي لا بوسونس نومينال ديالك هي اللي حدد المصنع، هي اللي كتسمى لا بوسونس نومينال، وهذه كتسمى لا بوسونس كونسومي. صافي، ماشي قلت لكم زعما هذه راه ما كتساويش في، يعني هذه راه كتساوي لا بوسونس كونسومي، هذه لا بوسونس نومينال هضره اخرى. غير الا كان الا كانت لاباغاي خدامه في لو ريجيم كونتينيو، او لا هاد لاباغاي فيها غير لا ريزيستونس ما فيهاش الموتور، تلقاو بلي هذيك لا بوسونس كونسومي كتكون قريبه لا بوسونس نومينال، كنقولوا كاع حنا متساويين ماشي مشكل. ولكن الاخرين اللي فيهم موتور بحال هاد الميكسور والفونتيلاتور كنلقاو فرق كبير، كنقولوا بلي هذيك لا بويسونس كونسومي ما كتساويش لا بويسونس نومينال. دابا عرفنا الفرق ما بين لا بويسونس نومينال ولا بويسونس كونسوم. مزيان، هنا دابا عقلوا لي على جوج الحوايج، هاد لا نوسيون اللي درنا في الاول ديال بي ايكال اف اي، هذه لا بويسونس كونسومي. صافي، الا عبرتيها هذيك لا بويسونس اللي كنلقاو في لا بلاك انديكاتريس كتسمى لا بويسونس نومينال. لا بويسونس نومينال كتساوي لا بويسونس كونسومي في جوج حالات، ولا حاله واحده هي الا كانت نقولوا حنا جوج حالات، لي زاباغاي اللي كيخدموا في الريجيم كونتينيو، او لا لي زاباغاي اللي ما فيهمش الموتور كيخدموا غير بليك في تيرميك، يعني فيهم الريزيستانس. مزيان، هنا نجيو عاد ثاني لا بويسونس الكتريك كونسومي باغ ان اباغاي دو شوفاج، هادوك عاود ثاني نرجعوا لهم هادوك دابا هادوك اللي عندهم بحال لا بويسونس نومينال بحال لا بويسونس بحال لا بويسونس نومينال بحال لا بويسونس كونسوم، يعني هادوك اللي فيهم الريزيستانس بحال الشوفو المسخين او لا فيغاو باسي ياك هذاك اللي كي المصلوح، او لا ريزيستانس عاديه بحال هادو. شنو نشوف شنو هو لو اللي غادي يكون عندي لا بويسونس الكتريك كونسوم بار ان اباري شوفاج، ان اباري شوفاج تاع ان اباري كونستيتي دون ريزيستانس، يعني كتكون فيه واحد الريزيستانس كتبقى تسخن باغي في دو جول، الى عقلتوا عليه راه كنا درنا الحصه الفايته اللي في دو جول، ولكن كيبقى تيسخن الاسلاك باش كيدوز فيها التيار الكهربائي. المهم كي ترانسفورم لينيرجي الكتريك كونسومي اون انرجي تيرميك تيل كان فور الكتريك الفورم شوفو فيغ او باس مصلوح. بويسونس الكتريك كونسومي بور ان اباري دو شوفاج لا بويسونس كونسومي اي بي ايغال اف واي، هنا مازال ما درنا والو ياك، هادي عارفينها هادي درناها في الفقره الفايته، هادي اللي عرفنا لا بويسونس اللي كتكونسوم من طرف اي جهاز في الريجيم كونتينيو، في الريجيم كونتينيو هي U فوا I. مزيان، قال لك بويسك سيت اباغاي كونتين اون ريزيستونس دونك إلوبي على لوا دون، هاد محد هاد الجهاز فيه ريزيستونس اذا غتكون منطبقه عليه لا لوا دون. لا لوا دون شنو هو اللي شفنا الحصه الفايته، هو U ايغال R فوا I. مزيان، دابا شوف شنو ندير، نهزو هاديك هاد U فوا I تبعو معايا مزيان هنايا، هاد U لكن نسيت لون اخر U نهزو هاد U ونعوضوها هنا نجيبوها بلاصتها نحيدو هاد U من هنا وغنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي R فوا هي R فوا I. اش هتولي؟ هتولي P، ها هي P هاد U اش نكتب بلاصتها؟ قلنا نكتب بلاصتها R فوا I، ها هي R فوا I. شنو بقى لنا؟ هاد اي بقات لنا هاد اي. مزيان، حتى لهنا بي كتساوي اي فوا اي، هاد اي عوضناها بالقيمه ديالها اللي هي اي فوا اي، تخرج لنا واحد العلاقه جديده اللي هي شنو هي؟ بي كتساوي اي فوا اي فوا اي، و اي فوا اي جوج مرات تعطينا اي او كاري، دونك هي اي فوا اي او كاري. مزيان، حتى لهنا اي فوا اي او كاري. واخا نمشيو للاسئله اللي عنده شي حاجه يقيدها دابا هنايا باش تعقلوا، دابا نرجعوا هنايا للاسئله. مزيان، دابا عقلوا معايا غير على هذه كيفاش جبتنا، عندنا بي كتساوي اف واي هي العلاقه اللي درنا من الاول، من بعد كنعوضوا هاد اي بلا لوا دوم اللي هو اغ فواي، علاش؟ حيتاش هاد لاباغاي فيها غير الريزيستونس وجميع لي ريزيستونس كينطبق عليهم لا لوا دوم. مزيان، جينا حيدنا هاد اي وعوضناها باغ فواي، تلقى لنا واحد اي مع اي، ها هي اي مع اي تعطينا اي اس سي 2، من تما جات هاد اي اس سي 2. نرجعوا دابا شويه للور، احنا عرفنا دابا لا بويسونس الكتريك كونسوم باغ ان اباري دو شوفاج،
شنو لقينا في عقلوا عليها مزيان نكتبوها هنا باش ما ننساوهاش. هاي بي اش لقينا فيها كتساوي اغ اي او كاري اغ اي او كاري. ها واحد العلاقه جديده دابا خرجت مزيان. نمشيو دابا لحاجه اخرى. شنو هي لانتيغي دي كاركتيرستيك نوميرال؟ شنو هو الهدف من هذيك ديك الصفيحه اللي كيعطينا المصنع هذيك اللي سميناها لا بلاك انديكاتريس اللي كتلقاو في جميع الاجهزه؟ شنو هو لانتيغي ديالها وشنو هو الهدف ديالها؟ مزيان. شوفوا اول حاجه لا بوس هذيك منش كتكون هذيك لا بلاك انديكاتريس بحال هذه مثلا. هذه بوله عاديه راه فيها تيكونوا فيها هاد الروموز. هذه هي اللي كتسمى لا بلاك انديكاتريس. هاد الروموز هما اللي كيتسموا لا بلاك انديكاتريس. اذا كنلقاو فيها شي حاجه بالوات هذيك كتسمى لا بويسونس نومينال. عقلوا على هاد نومينال زعما الاسميه اللي مرتبطه بالاسم ديال الجهاز يعني مرتبطه به بحال سميتو. بحال دابا انت سميتك فلان ما كتبدلش محطوطه عندك في الحاله المدنيه. هذه هي الحاله المدنيه ديال هاد الجهاز. فاش كنسميوها نومينال كاع هادشي كنسميوه نومينال. ولكن فاش كتمشي كتعبر كدير بي كتساوي اف اي هذيك كتسمى لا بويسونس كونسوم حتى تشوف شحال تياكل هذا الجهاز شحال تيخسر ديال لا بويسونس ولا شحال تيخسر ديال الضوء الى اخره شحال تيستهلك. هذه اللي كنلقاو بالوات كتسمى لا بويسونس نومينال. اللي كنلقاوها بالفولت نسميوها من طبيعه الحال لا طونسيون نومينال. ولا لقاوها بالهيرتز عقلوا عليها الهيرتز لا فريكونس نومينال او لا فريكونس ديوتيليزاسيون او لا فريكونس نومينال بحال بحال. واللي لقيناها بالميلي امبير ولا الامبير راه ما تتبانش هنايا انتونسيتي نومينال لانتونسيتي نومينال. دونك اون ابل كاركتيرستيك نومينال دان اباراي الكتريك لي زانديكاسيون اونجستري سور لاباراي. اذا كنسميو لي كاركتيرستيك هادو هما اللي كيتسموا لي كاركتيرستيك نومينال جميع المعلومات اللي كتلقى في لا بلاك انديكاتريس. لا بويسونس نومينال لا طونسيون نومينال لانتونسيتي نومينال لا فريكونس نومينال. مزيان حنا عرفنا دابا هاد لي كاركتيرستيك. هاد الكاركتيرستيك دابا عرفناهم شنو هما لي كاركتيرستيك. كاينه لا بويسونس لا طونسيون لا انتونسيتي لا فريكونس. دابا شنو هو لانتيغي ديالهم؟ لانتيغي هو الفائده ديالهم. شوفوا الفائده ديالهم نديروا واحد التجربه باش تبان لنا الفائده ديالهم. اون رياليز دو مونتاج بريسيدون اون اوتيليزون اون لامب لو مونتاج هذا ماشي بريسيدون اون اوتيليزون اون لامب ال 2.1 واط اللي فيها هادي لا بويسونس نومينال ديالها 6 فولت. مي سيت فوا سي اون فيكس لو جينيراتور سور لي طونسيون 3 فولت 6 فولت 9 فولت اون اوبتيان الوغ لي ريزولتا سويف. مزيان غادي يجيو الجينيراتور يعطيو عاوتاني 3 فولت 6 فولت 9 فولت ويبقاو يعبروا عاوتاني لانتونسيتي اللي كتخرج ياك. ومن بعد غادي نضربو اي فوا ونشوفو شنو غيوقع. انتوما كتلاحظوا شنو الا ضربنا هدف هذا يعطينا 2.1 واط ياك. لا عصنا 0.69 واط. الى ضرب الى ضربنا هذا عفوا لا تقلبت لكم ماشي. الى ضربنا الانتونسيتي في لا طونسيون يعني هذا 0.23 في 3 كتعطينا 0.69. الى ضربنا 0.36 هي الانتونسيتي اللي كتجر هذا لا لون. الى عطيناها 3 فولت 6 فولت الى بدلنا 3 فولت راه كتبقاش كتجر نفس لانتونسيتي دو كورون كتبقاش كتجر 0.36. دابا على حسب هذيك لا طونسيون اللي عطيتي حتى هاد لا لومب كتبقى تتغير التعامل ديالها. عطيتيها واحد لا طونسيون ديال 3 فولت انتما شحال كتجر؟ كتجر 0.6 0.23. الى عطيناها 6 فولت كتجر 0.36 والى عطيناها 9 فولت كتبقى تتجر 0.42 امبير. مزيان حتى لهنا. السؤال دابا شنو كتلاحظوا في الاضاءه؟ هنايا كتكون الاضاءه ديالها ضعيفه هنايا كتكون الاضاءه ديالها عاديه هنا كتكون الاضاءه ديالها مجهده بزاف. ودابا جيو نقارنوا هاد المعطيات باش نستنتجوا واحد الخلاصه شنو هي. قارنوا دابا هذه 0.96 و 2.16 و 3.78 مع هاد 2.1 كنلاحظوا شكون اللي قريبه ليها. اللي قريبه ليها هي 2.16. غنقولوا علاش بالضبط هذه هي اللي قريبه ليها؟ حيت هذه احترمنا هذوك لي كاركتيرستيك اللي عطاتنا لا بلاك انديكاتريس. لا بلاك انديكاتريس شنو فيها؟ هي
قلت لك اسيدي هاد البورانه اعطيني 6 فولت باش كنخدم مزيان، ما تعطينيش شي حاجه اخرى. حنا شحال عطينا هنا؟ عطينا هاد 3 فولت غلط، عطينا هاد 9 فولت غلط ياك. هنا تقدر تحرق البوره، راه الاضاءه ديالها مجهده، ولكن تزيد واحد شويه تحرق. شنو هي اللي كتناسبها؟ هي ديال 6 فولت هي اللي كتناسبها. هاد الشيء دابا باش كيصلحوا هادوك لي كاركتيريستيك ديال نومينال ديال الجهاز، يعني خصنا نبقاو نحترموا هذوك لي كاركتيريستيك اللي كيكونوا في لا بلاك انديكاتريس. دابا الا لقيتو شي نهار في شي سؤال شنو هو لانتيغي ديال هاد لي كاركتيريستيك نومينال، عشان نقولوا لهم نقولوا بلي راه بور كان اباغاي الكتريك فونكسيون نورمالمون، فونكسيون شنو نورمالمون يعني باش يشتغل الجهاز بصفه عاديه، خصنا نعطيوه دوك نعطيوه هذوك لي كاركتيريستيك اللي عنده في لا بلاك انديكاتريس، يعني نحترموا هذيك لا طونسيون اللي عاطينا ونحترموا هذيك الانتونسيتي اللي عاطينا الى كانت مزيان. حتى لهنا نزيدوا واحد شويه من هنا غادي نستنتجوا عاد ثاني كيفاش نختاروا الفيزيبل. عقدوا على هذا الفيزيبل اللي هضرنا عليه في لا لواطون، كنا الدور ديالو هو يحمي الاجهزه. هنا دابا هاد لي فيزيبل راه تيكون فيهم واحد تكون فيهم واحد العلامه بالامبير، يعني خصنا حنا نبقاو تنحترموا باش نعرفوا اش من فيزيبل كيناسب الجهاز. خصنا نديروا واحد الحساب، هذاك الحساب شنو اللي كيعاوننا فيه هو هذوك لي كاركتيريستيك اللي كيكونوا في لا بلاك. مزيان، ندير واحد المثال. شوفوا معايا هذا المثال طونز اون انستالاسيون دوميستيك، دوزوني شحال ليكزومبل. هذا الشيء راه قلته شي داكشي كنت نشرح راه هو هذا ليكزومبل. دون اون دون اون انستالاسيون دوميستيك في الدار عندنا لا طونسيون اللي كتخرج من البريز هي 220 فولت، بو بروتيجي ان فور الكتريك دو بويسونس نومينال 4 كيلو وات. واحد الفورم لا بويسونس ديالو هي هادي 4 كيلو وات. حنا بينا نحميو اش من فيزيبل نديرو، شنو هو الفيزيبل المناسب؟ واش 7 امبير، واش 8 امبير، واش 9، واش 10 ولا اكثر، وعلاش؟ واش كنعرفوا اين واحد فيهم نختار؟ عندك دابا انت 4 ديال لي فيزيبل، واحد فيه هنايا 10 امبير بحال هذا، واحد فيه 7، واحد فيه 8، واحد فيه 9، اين واحد فيهم تختار باش تحمي هذاك الفورم ديالك ما يتحرقش؟ مزيان. شنو هي اول حاجه نشوفوا؟ اول حاجه نشوفوا هي المعلومه اللي عطاونا هي 4 كيلو وات. هذه شنو هي لا بويسونس ديال لو فور، هذه لا بويسونس نوم. هذيك 4 كيلو وات حولناها للوات شحال تعطينا؟ تعطينا 4000 وات. حنا اش كنعرفوا على بيش كتساوي يو فواي؟ اذا اول حاجه كتساوي عفوا يو فواي، علاش درت هاد يو فوا اي؟ مزيان. حنا شنو عارفين؟ عارفين بي هي 4000 وات، ها هي، وعارفين اي اللي هي 220 فولت. شنو خاصنا؟ خاصنا اي، خاصنا اول حاجه نجبدوها هي اي. باش نجبدوها نديرو عاوتاني هذاك المثلث، اش غتساوي بي؟ بي غتساوي يو فوا اي. مزيان، لا بغينا حنا اي، شناهي؟ بغينا نجبدو اي هي بي على اي. هادشي غادي نديرو هنايا، نحسبو بعدا هاديك التيار اللي خاص ديك لانتونسيتي اللي خاصها هاد لوفور باش يخدم. مزيان، اذا نديرو بي على اي هي 4000 وات على 220 فولت، غتعطينا 9.09. اذا احسن واحد، احسن فيزيبل غادي يحمي هاد لوفور هو هاد 10 امبير. تقولوا لي واحد السؤال، علاش ما نختاروش 9؟ ياك حتى هو قريب ليه، ياك عطاتنا 9.09، حيت الا درنا 9 يبقى تدوز فيه هاد 9.09، ما غاديش يستحملها الفيزيبل، حيت هاد لانديكاسيون ديال الفيزيبل اش كتعني؟ كتعني هذاك التيار هذيك لانتونسيتي اش كيصبر. اذا هاد داك الفيزيبل ديال 9 كيصبر غير ل 9، غتفوت ليه 9 راه يتحرق. الا فتيها ليه بشويه يقدر يضرب لك واحد الشويه، ولكن من بعد غيتحرق، يقدر يصبر معك واحد النهار ولا يومين. اذا شنو غنديروا؟ غنديروا 10 امبير. باش شنو هو دابا الهدف؟
هذاك الوفور الا دازت ليه 9.09 اي بقى خدام بصفه عاديه، اون فوا توصل 10 امبير اش كيطرى للفيزيبل؟ كيتحرق الفيزيبل، وبالتالي هذيك الانتونسيتي اللي فايته 10 امبير ما كتوصلش الوفور. شنو هو المشكل اللي وصلاتو؟ مثلا جات عندنا 12 امبير ودازت لها داك الوفور، يقدر تخسر لنا الوفور. شنو اللي مزيان لينا حنايا؟ خسر الفيزيبل حيت الفيزيبل رخيص. مزيان حتى هنا راه واضح. اذا ها واحد الفائده اخرى ديال هذوك لي كاركتيرستيك نومينال ربطناها مع داك الفيزيبل اللي شفنا في الالوادون. دابا هاد الشيء راه تشوفوا راه مطراب. نرجعوا سالينا دابا هاد الربعات الحوايج، غنعاود ندير واحد التذكير باش نستراحوا شويه بين ما ندوزوا عاوتاني لهاد جوج حوايج. عندنا لا بويسونس الكتريك، درنا التعريف ديالها، قلنا هي جوج الانواع، كاينه لا بويسونس نومينال هي اللي كتجيب على الجهاز، وكاينه لا بويسونس كونسومي هي اللي كيستهلك الجهاز، كتهز هذيك لا تونسيون باش خدام وكتضربوا في ولا انتونسيتي. وقلنا هاد بي كتساوي اي فوا اي، خدام لنا غير في جوج الحوايج، يا اما الاجهزه اللي عندهم تيخدموا بريزيستونس، او لا الاجهزه اللي خدامين في ريجيم كونتي. الاجهزه اللي تيخدموا فيهم موتور ولا فيهم بحال الفونتيلاتور اللي شفنا قبيله والميكسور، هادوك راه ما كتخدمش فيهم هاد بي كتساوي اف اي، راه ما كتعطيكش لا بويسونس نومينال. صافي، اذا لا بويسونس كونسومي ولا بويسونس نومينال كيتساواو غير في حاله لي ريزيستونس او لا في الريجيم كونتي. اما هاد العلاقه اش كنحسبوا بها؟ كنحسبوا بها لا بويسونس كونسومي. مزيان تالي غنزيدو دابا واحد شويه لقدام، هادشي اللي درنا لحد الان. خصنا واحد العلاقه اخرى في لا بويسونس كونسومي باغ ان باغ لو شوفاج اللي هي اغ فوا اي كار. نمشيو رابعا ولا خامسا، هادي خامسا لا بويسونس الكتريك توتال كونسومي. دون هادي راه ساهله ما فيها والو، قال لك لا بويسونس توتال اللي كتكونسومي في الدار هي المجموع ديال جميع الاجهزه. مثلا حنا في الدار عندنا كلشي عنده في الدار هاد الاجهزه هادو المصابيح، اذا خصنا نديرو لا بويسونس اللي كيستهلكو جميع المصابيح اللي عندنا في الدار، ونزيدو عليها لا بويسونس اللي كتستهلك التلفازه، لا بويسونس اللي كتستهلك الثلاجه، لا بويسونس اللي كيستهلك الفرن، الى اخره جميع الاجهزه اللي كتخدم بالضوء. هاد لا بويسونس توتال هي اللي كيتحاسبوا معنا عليها الناس ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء. صافي، هاد لا بويسونس توتال هي اللي كيحسب لك هذاك الكونتور اللي تيكون على برا ديال الدار، كيجمع لك لي بويسونس كاملين اللي عندك اللي خدامين اللي ديال جميع الاجهزه اللي خدامه في الدار. مزيان، نرجعوا لاخر حاجه. صافي، هادشي اللي كاين في لا بويسونس توتال، عقلوا عليها لا بويسونس كونسومي دون اون انستالاسيون دوميستيك. من بعد نشوف كيفاش نبقاو تنحسبوا الثمن، كيفاش كيحسبوا هذوك صحاب الطو الثمن ديال الكيلوات وكذا والمجموع ديال. شوفوا هنا لا بويسونس ماكسيمال جميع ديو او لا لي انستالاسيون اون جينيرال ديال المعامل وهذاك الشيء كتكون واحد لا بويسونس ماكسيمال. شنو هاد لا بويسونس ماكسيمال؟ هي لا بويسونس اللي ما خصكش تفوت. بحال دابا انت في الدار جيتي واحد النهار وخدمتي واحد لا بويسونس اكثر من هذاك الشيء اللي عاطينك الناس ديال الضو، اش يطرى لهذاك الشيء كيطيح عندكم الضو الا لاحظتوا شي مره في شي عرس ولا شي حاجه كيفاش كيكثروا هذاك الجوق وهذاك الشيء وكلشي مخدمينه بالضو، كتوصلوا واحد الوقيته كتسمع الطرق كلشي كيطفى. شنو داروا؟ فاتوا لا بويسونس ماكسيمال اللي عندهم، يعني كتكون واحد لا بويسونس اللي ما خصناش نفوتوها. مثلا نقولوا مثلا 50 كيلو واط، جيتي انت خدمتي واحد عشرات الاجهزه ديال 5 واط، مثلا 5 كيلو واط حيت قلنا 50 كيلو واط، انت وصلتي للبويسونس ماكسيمال. تزيد ابسط جهاز مثلا ديال 10 واط ولا 20 واط كيطفى عندك، كيطيح عندك الديجونكتور، هو اللي هاد الديجونكتور هو اللي كيطيح لك الضوء الى فتي لا بويسونس ماكسيمال. كتساوي هاد لا بويسونس ماكسيمال تساوي حتى هي يو اف اي غير بلاصه اي غادي نديرو اي ماكس، حيت الا حطوا هذوك التجارب اللي درنا قبيله ما درناهاش، واحد التجربه ما درناهاش الا دابا بلاتي درناها وحده بلاتي نرجع عليها. درناها لا بويسونس كونسومي هادي هنا، واش كتلاحظوا هنا لا طونسيون 220 فولت 220 فولت 220 فولت بحال ولكن واش بحال تشوفوا بحال بوله؟ شوفوا بوله شحال كتجر ديال التيار، كتجر هي 0.45 امبير، بينما تشوفوا تيجر 2.27 امبير.
تيش كيقول لك راه المسخن الكهربائي راه كيستهلك الضوء بزاف. شنو هي كيستهلك الضوء بزاف؟ راه ماشي الفولت، راه الفولت راه هو راه كلهم خدامين ب 220 فولت، ولكن ها المشكل ياك هذا اللي داكشي اش تما درنا اي ماكس، اي ماكس عفوا ماشي اي ماكس، درنا لا بوسونس ماكسيمال. شنو درنا كتساوي هاي؟ شنو درنا؟ اي فوا اي ماكس، حيتاش اي هو اللي كيتزاد وكينقص، اما اي راه تيبقى في 220 فولت. هنا غادي نحبس لونجيسترومون ديال لو كور ونمشيو للاسئله ان شاء الله، يمكن لكم تتابعوهم في الفيديو الثاني. يلا نبداو الاسئله، شكون اللي بيبدا؟